أعزائي المشاهدين، بلدنا في جولتنا في بغداد بين أسواقها وخاناتها إلى سوق البزازين، وقلنا أن هذا السوق كان يعرف في بعض فترات العصر العثماني بسوق الحرير، وعرف أيضا بالسوق الأعظم، مما يدل على أهميته في الحياة التجارية في ذلك العصر. وكان له مدخلان، مدخل من جهة السوق السلطاني، يعني سوق السلطان في العصر العباسي وعرف بالسوق السلطاني في العصر العثماني من جهة شارع الرشيد الآن، ويمضي فيه الداخل حتى يلتقي أو يتصل بمدخله الآخر، وهو الذي كان يفضي إلى سوق الخفافين. فاتني أن أذكر أن أمام سوق الخفافين الحالي، يعني السوق الذي تقف عنده أو تطل عليه المدرسة المستنصرية، كان ثمة سوق يعرف بسوق الصاغة، لأن هذا السوق كان يحتل أرضه في العهد العثماني الصاغة، وحتى أن جامع الخفافين عرف بجامع الصاغة. ثم زاحم صناع الخفاف، يعني ما يلبس في القدم، زاحم صناع الخفاف جمع خف الصاغة شيئا فشيئا، فاضطر الصاغة إلى مغادرة هذا السوق والانتقال إلى سوق آخر يقع على قريبا من سوق الصراي، أو يتصل بسوق الصراي الذي ألمحنا إليه في الحديث السابق، لأن الصاغة يعني مهنتهم تحتاج إلى شيء كثير من الأمان، ويعني لهم مواصفات، محلاتهم لها مواصفات خاصة أنهم كانوا يشتغلون في الصياغة ولم يكونوا مجرد باعة للمصوغات. فانتقلوا إلى مكانهم الأخير خلف سوق الصراي. وقلنا بأن سوق البزازين كان تشغله تجارات مختلفة، يعني حتى أنه من جهة النهر كان يسمى سوق القوافين، يعني صناع القفاف أو جمع القفة أو القفة اللي كانت تستغل في التجارة النهرية. فإذا ما مضى الإنسان يعني بشارع السوق السلطاني أو شارع الرشيد كما عرف فيما بعد، قليلاً ستواجهه مباشرة المدرسة المرجانية اللي نقض جناحها الأيمن تماماً وأدخل في شارع الرشيد حين فتح هذا الشارع. وكان حقيقة عمل لم يكن ضرورياً يعني، ولكن تصور القائمين على تخطيط بغداد في ذلك الحين في عقد العشرينات أنه الاستقامة الطرق هي الأساس، دون الالتفات إلى ما كان يجاور هذه الطرق من معالم تراثية مهمة كان يفترض الحفاظ عليها. شقوا الطريق بشكل مستقيم، فقضوا بذلك على معظم المدرسة المرجانية التي كانت تحفى آية من آيات العمارة الإسلامية في وسط بغداد. على أي حال، إذا وصلوا إلى هذه الساحة وتجاوزوها، كان أمامهم على اليمين، يعني أمام السالك على اليمين، سوق عرف بسوق الصحافين. وحقيقة سوق الصحافين يشير إلى وجود مهنة لتجليد الكتب، يعني إذن كان في العهد العثماني هذا السوق هو أول سوق نعرف به تماما يختص بصناعة الكتاب كما نقول اليوم. ونعرف هذه الوظيفة من إشارة تقول بأن سوق الصحافين كان قريباً من سوق أو خان يسمى خان الطمغة. خان الطمغة كانت تدمغ فيه الخراف، يعني يؤتى بالخروف ويدمغ أو يطمغ، يوسم بسمة معينة. فإلى جانبه وجدنا إشارة تشير إلى وجود هذا السوق، ثم يعني عرفنا أن هذا السوق كان قد احتل نفس السوق الذي احتله الكتبيين في العصر العباسي في أيام دار الخلافة العباسية، لأننا نحن وصلنا إلى
إلى المكان الذي احتلته دار الخلافة العباسية تماما. وتحدثنا أن مكان جامع مرجان كان هناك باب النوبي، أحد أو أول وأهم أبواب دار الخلافة العباسية. إذن نحن وصلنا إلى دار الخلافة. الطريق أو الدرب الذي يحاذي سور دار الخلافة الشمالي كان يسمى، أصبح يسمى، وكان يسمى فعلا في عصر دار الخلافة بسوق الكتبيين، وتحولت التسمية إلى سوق الصحافين. هذا أقدم سوق للكتب والوراقة في بغداد في عصرها الحديث. فإذا مضى الماضي في هذا الطريق سيجد سوق الصرافين، وقد غلبت صناعة الصرافة على هذا السوق حتى أصبح يعرف ويشتهر بكثرة الصرافين، وأنشئت فيما بعد على جانبيه البنوك الحديثة، وحتى يلتقي بسوق يعني متعامد تماما، وهو سوق راس القرية أو راس القرية أو مدخل شارع النهر. هذه هي تقريبا يعني تصور عام للأسواق في بغداد الشرقية. ولاحظنا أن هذه الأسواق كانت مكتظة ومترابطة، ويتصل بعضها ببعض الآخر بشبكة يعني محبوكة الجوانب في ذلك العصر. مع ذلك حين وصلنا إلى هذا المنعطف، حيث تقوم الآن بنك أو مصرف الرافدين، كان ثمة درب صغير يسمى درب الرواق، ويأخذ شكل قوس تقريبا. هناك كان يعني عدد من المصانع أو المشاغل اليدوية، وكان هناك عدد من الخانات، يعني هذا جزء كان تجاريا تماما، وقد احتله فيما بعد أرض يعني مصرف الرافدين. من الجهة اليسرى طبعا سنجد سوق الشورجة، وكان سوق الشورجة في العصر العباسي يعرف بسوق الريحانيين كما ذكرنا من قبل، يعني هذا السوق ورث نفس وظيفته من العصر العباسي، ولكن كان السوق ينقسم هو أيضا إلى مجموعة من الأسواق، من أبرزها سوق العطاطير، بل أن جزءا من سوق الشورجة كان يعرف بسوق العطاطير، ومهنة العطارة ومهنة الريحانيين هي نفسها، يعني لكن كانت تعرف بالريحانيين في العصر العباسي ثم عرفت بالعطاطير في المرحلة اللاحقة. كان هناك سوق البقالخانة في متفرع من سوق الشورجة. حقيقة سوق الشورجة كان يمثل سوقا تجارية، وما زال سوقا تجارية رئيسية في بغداد حتى يصل إلى جامع الخلفاء، أو كان يعرف بسوق الغزل، حيث سوق الغزل السوق الرئيسي لصناعة الغزل التي تحدثنا عنها في حلقة فائتة. إذن هذا هو يعني وضع الأسواق، وتدل كثرتها على ازدهار التجارة في بغداد في هذا العصر، يعني منذ القرن الثامن عشر نجد ازدهارا واضحا يعم هذه المناطق، حتى يسميها الرحالون منطقة الأسواق والخانات. وبدأت الأسواق تزاحم الدور السكنية، وتتحول هذه الدور إلى خانات أو إلى دكاكين أو إلى أسواق عامة، وأخذ سرات القوم ينتقلون للسكن إلى أماكن أخرى. فانتقل التجار إلى منطقة السنك، وانتقل الآخرون إلى أماكن أخرى من بغداد. هذا كان حال يعني بغداد في العصر العثماني. لكن هنا لابد أن نشير إلى مسألة، السوق الكتبيين اللي تحدثنا عنه الآن، حينما انتقل الكتبيون منه أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى سوق السراي. سوق السراي كان يعرف باسم غريب، كان يعرف قبل أن يعرف بسوق السراي بسوق القلغ، والقلغ هو مركز الشرطة أو المخفر، كان هناك مخفر شرطة في وسط سوق السراي.
وبدأ يعني ينتقل إليه باعة القرطاسية حينما برزت مؤسسة القشلة في القريبة منه. فبدأ هناك بعض العرض حالشية كتاب العرائض في هذا السوق، ثم انتقل إليهم وجاورهم باعة القرطاسية، ثم افتتحت فيه أول مكتبة لبيع الكتب والصحف في حدود 1880. افتتح واحد كان يسمى الملا خضر مكتبة سميت أو سماها هو بمكتبة الزوراء، لأنه كان يبيع فيها جريدة الزوراء عند أول صدورها تقريبا في عهد مدحت باشا. ثم أصبح يبيع جريدة الجوائب التي كانت تأتي من إسطنبول باللغة العربية طبعا. ثم أصبح يعني ازدهرت تجارته وأصبح يبيع أنواع من الكتب المستوردة أو المحلية أو المخطوطات. فكان هذا يعني أول مكتبة في سوق السراي. ثم بدأت المكتبات تزداد، وبدأ الكتبيون يحتلون الدكاكين التي كانت سابقا يعني يختص بها صناع السروج وغيرهم، وتحول سوق السراي إلى سوق للمكتبات ومركزا للمثقفين والباحثين. وصرت تجد هذه الدكاكين وقد اكتظت بالكتب وفي الناس الذين كانوا يقصدونها بحثا عن كتاب أو عن مخطوط. ثم انتقلت هذه الصناعة إلى شارع المتنبي أو شارع الأكمخانة كما كان يسمى في عقد الثلاثينات من القرن العشرين. وذلك أما سر انتقال الكتاب والكتابة والمكتبات إلى شارع المتنبي فله سبب، أن هذا الشارع أول من افتتح فيه يعني مكاتبه هم المحامون. المحامون اتخذوا شارع المتنبي مكانا لمكاتبهم، وبما أن قانون الصحافة كان يقضي بأن كل جريدة يعني يجب أن يكون من ضمن صاحب امتيازها أو كذا من القائمين عليها أن يكون محاميا أو له اتصال بالمحاماة، يعني الجرائد كانت كثيرة المشاكل وبالتالي كانت تحتاج إلى المحامين. فهنا من بهذا السبب لازمت الصحافة أولئك المحامين. فانتقلت يعني المطابع والمكتبات إلى شارع المتنبي حتى ضاق هذا الشارع بتلك المكتبات ومراجعيها. ففتح القسم الأخير من شارع المتنبي حتى التقى بشارع الرشيد، وأزيح جزء من محلات بغداد هناك، وصار هذا الشارع يعني ممتدا حتى يلتقي بشارع الرشيد، وسمي في عام 1932 بشارع المتنبي إحياء لذكرى ذلك الشاعر الكبير. هذا يعني هذه ربما كانت نبذة عن أسواق ومعالم بغداد في ذلك العصر. ولكن هذا لا يعني أن كل الأسواق هي هذه، كانت ثمة أسواق كثيرة في بغداد تتوزع في أماكن مختلفة منها. أصبحت بغداد في جانب منها سوقا كبيرة بعد أن كان ينظر إليها في مطلع العصر العثماني على أنها مجرد قلعة من القلاع، أصبحت الآن سوقا. وبعد أن وصفها الرحالون أنها لم تكن تضم إلا ثلاثة أسواق في القرن السابع عشر أو السادس عشر سابع عشر، أصبحنا نجد في القرن الثامن عشر القرن التالي والقرن التالي على يعني القرن التاسع عشر عددا كبيرا وشبكة موصولة الفروع من الأسواق والحرف. ومع الأسف الشديد أن أكثر هذه الأسواق فقدت وظائفها في القرن العشرين وتغيرت ملامحها وأزيل يعني جوانب منها لتعلو أرضها العمارات الحديثة، وضاع بذلك جزء عزيز ومهم من معالم بغداد التراثية المهمة.
هذه الأسواق كانت أيضا تتميز بمباني جميلة وهي الخانات، وقد ذكرنا هذا في حلقة سابقة، ولكن أحب أن أؤكد هنا إلى أن هذه الخانات كانت متنوعة الاختصاص إلى حد كبير. يعني منها مثلا خان الرماح أو خان الرماح، كان مختصا بصناعة وتجارة الرماح. خان البزازين، خان الدقمة مختص ببيع أزرار الملابس. كانت هناك خانات كثيرة وكانت البضائع تتدفق إليها وتصدر منها أيضا إلى المدن العراقية الأخرى، يعني كانت محطات تجارية مهمة في ذلك العصر. أسماء الخانات عجيبة يعني بتنوعها وكثرتها، ربما كان أقدمها خان الأرتمة أو خان مرجان، ولكن بعد ذلك زاد عدد الخانات وتنوعت أسماؤها واختصاصاتها. كان هناك سوق على فكرة في مدخل يعني خان الأرتمة أو خان مرجان، يسمى خان الكواظمة، يعني بعض التجار من أهل الكاظمية كانوا يتخذون من دكاكين هذا السوق مكانا لعملهم ولمزاولة تجارتهم. كان إلى جانبه دار مهمة جدا وهو دار الضرب، يعني ليس ضرب الناس يعني اطمئنوا، ولكن لضرب النقود، لسك النقود. كان يعرف هذا السوق أو هذا الخان بشكل أكثر دقة بخان السكخانة، أو يعني والسوق حوله كله كان يعرف بسوق السكخانة، والمقهى القريب بمقهى السكخانة، والسكخانة محل سك النقود أي ضرب النقود. هذه يعني بعض ملامح بغداد في ذلك العصر. إذا مضينا يعني تجاوزنا هذا كله ومضينا في قدما نحو الجنوب، لم يكن شارع الرشيد طبعا موجودا، ستواجهنا مجموعة من أزقة رأس القرية وتتلوها محلات متشابكة، لكن هذه المناطق كلها شقت بشق شارع الرشيد. في عام 1916 أصبح شارع الرشيد يمتد إلى جامع سيد السلطان علي ويتوقف هناك، حتى أنهم وكان يعرف هذا الشارع، طبعا لم يكن يعرف بشارع الرشيد، كان يعرف باسم جادة خليل باشا، لأن الذي فكر بشقه ويعني في هذا التاريخ كانت الحرب العالمية الأولى، والذي فكر بضرورة إنشاء طريق يدخل منه إلى بغداد ويخرج منه من باب إلى باب، من باب العظم إلى الباب الشرقي، كان والي بغداد خليل باشا، فنسب الشارع إليه، وثبتت قطعة من القاشاني أو من الآجر المسجج على قاعدة مئذنة جامع سيد السلطان علي، كتب عليه عبارة خليل باشا جادسي، يعني شارع خليل باشا. وقامت الحرب العالمية أو دخلت الحرب العالمية بغداد، وتوقف العمل في هذا الشارع. ثم بعد زوال العهد العثماني أطلق على هذا الشارع اسم شارع الجادة العمومية، يعني الشارع العام، لم يجد له اسما غير هذا، ثم عرف فيما بعد بشارع الرشيد، فأصبح هذا الاسم مقترنا بتاريخ بغداد وبتراث بغداد، وأصبح له شأن بحيث إذا ذكر شارع الرشيد تذكر جميع النشاطات التجارية والتراثية التي أحاطت بهذا الشارع. فإذا ما مضى الإنسان تجاوز شارع الرشيد أو شارع خليل باشا من عند جامع السيد سلطان علي، ستواجهه مجموعة من يعني طريق ترابي بين بساتين، ويصل إلى محلة السنك ويلتقي هناك بالباب الأخير وهو الباب الشرقي الذي كان يسمى في ذلك الوقت في العصر العباسي بباب البصلي. الباب الشرقي اتخذ عند دخول الإنجليز بغداد عام 1917 في
في بالضبط دخلوا بغداد في 11 آذار 1917 اتخذوه كنيسة لهم، لأن شكل الباب كان يسمح بذلك. مجموعة من الردهات على الجانبين ومسلك يعني يتخلل هذه الردهات، فاتخذ كنيسة للإنجليز هناك. وعلى جهة النهر ظهرت مجموعة من يعني القصور والدور وإلى غير ذلك، التي كان معظمها لتجار بغداد ولأثريائها، كونها كانت تطل على دجلة. فإذا خرج من الباب الشرقي لم يجد أمامه إلا البساتين والأراضي الفضاء، التي ربما نتحدث عنها في وقت لاحق بإذن الله. لكن لو انتقلنا إلى الجانب الغربي ماذا سنجد؟ هناك مسألة مهمة حقيقة في الجانب الغربي، أن الجانب الغربي لم يكن مسوراً، يعني كان مجال التوسع فيه مفتوحاً، ولكن في نفس الوقت كان العبور إليه ليس ميسراً. يعني أما أنك تجتاز هذا النهر على جسر كأنه الصراط المستقيم كما وصف، يعني مجموعة من الزوارق مربوطة كل زورق بالآخر، أو تعبر من خلال قفة أو زورق. لذلك نجد أن أكثر السلع والبضائع التي تباع في أسواق لها في الجانب الشرقي تجد نظيرتها في الجانب الغربي، يعني ثمة اكتفاء ذاتي في الجانب الغربي. سوق الحدادين كان في رأس الجسر، وكان الحدادون يشتغلون في تلك الفترة بصناعة الأدوات التي يحتاجها يعني تحتاجها القوافل، حدوات الحصن ونحو ذلك، لأن الجانب الغربي كان محطة القوافل التي تسلك طرق الصحراء إلى نجد أو إلى بلاد الشام وغير ذلك. وسنواصل هذا الحديث إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم.